بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، أحباب الكرام، نعيش اليوم مع قصة قارون. قال الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى، أي أنه كان من ضمن جماعة قوم موسى، وكان في البداية معهم، ولكن سرعان ما تأثر بالثراء والغنى فتغير حاله. قال الله سبحانه وتعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فأحباب الكرام، الله فتح على قارون مفاتيح الثراء، فكان عنده الذهب والفضة والمعادن، وكذلك كان عنده علم الامتلاك لهذه الأموال، والعلم الذي يجمع به هذا المال واستثماره وحفظه. أخي الكريم، أختي الكريمة، كذلك قارون سخر خدمه وحشمه في حفظ هذا المال. ثم نأتي أخي العزيز، أختي العزيزة، أن قارون بغى وظلم وتجبر في الأرض، وكان يملك الكثير والكثير من الأموال، وكان في هذا العهد قارون يملك الثراء وفرعون يملك السلطة. قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فكان في ذلك العصر، وكما في كل العصور، دعاء أهل خير. هذه دعاة أهل الخير في كل مكان وفي كل زمان، يرشدون الناس إلى الخير وإلى فعل المعروف وترك المنكرات. ولكن كان قارون فرحا جدا بهذه الثروة وهذا الثراء. قال الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أخي الكريم، أختي الكريمة، كانوا أهل الخير يذكرونه بأن قارون سوف يكون عمله فاسدا إذا لم يستثمر هذا المال في عمارة الأرض وإصلاح حال الفقراء والمساكين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما أوتيته على علم عندي. هذا كان كلام قارون، كان يتباهى ويتفاخر ككثير من الناس في عهدنا المعاصر وفي وقتنا المعاصر، حينما تسأله عن المال والثراء الذي هو فيه وتريد أن تعرف سببه، فبعض الناس اللي هم الجهلاء الذين ينكرون فضل الله سبحانه وتعالى ومنة الله عليهم، ينسبون جمع المال، فيقول: إنني جمعت المال بذكائي واجتهادي وعلمي، ولولا عبقريتي لا يعني كنت كما أنا يعني إنسان فقير، ولكن بالذكاء والاجتهاد أصبحت إنسان غنيا. فينسب الفضل إلى نفسه أولا، وينسى نعم الله سبحانه وتعالى، ويكحت نعمة الله سبحانه وتعالى. ولكن العاقل من ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي آتاه هذا المال وهذا الثراء. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. فكان قارون يدعي العلم ونسي القصص والعبر لما سبقه من الناس السابقين.
ومن قصص الظالمين من قبله، وكيف أنهم ظلموا الناس وتجبروا في الأرض، فنتيجة كفرهم وعنادهم الله سبحانه وتعالى أهلكهم. قال الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته. هنا قارون حب أن يستخدم سياسة الإلهاء يلهي الناس عن دعوة موسى عليه السلام ويوجه الأنظار إليه، فأراد أن يعمل فكرة أن هو يلبس زينة حسنة ويلبس ملابس بها جواهر ويعمل موكب كبير. هذا الموكب الكبير من العربات المزينة بالذهب والفضة ليبهر أنظار الناس ويسحر أنظار الناس ويجعل الناس يميلون إليه وإلى دعوته. فهنا انقسم الناس إلى صنفين. صنف منهم قال الله سبحانه وتعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الناس اللي هم ينظرون تحت أقدامهم ويعتبرون الحياة عبارة عن ملذات، وينظرون إلى الناس نظر كم يملك من المال، فتجد كثيرا من هؤلاء الناس يزنوا الناس بقدر ما معهم من أموال. وطبعا دي نظرية خاطئة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب عبده التقي النقي، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فهؤلاء الناس كانت موازين عندهم مقلوبة، وكان بيتمنوا لما رأوا موكب قارون تمنوا أن يكون لهم عندهم المال والكنوز والملك العظيم الذي فيه قارون. وهؤلاء طبعا ضعاف الإيمان، والإيمان عندهم قليل. ثم الصنف الآخر والنوع الآخر من الناس، قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا نوع آخر من البشر فهموا حقيقة الحياة وأن هذا المال عرض زائل ووديعة مسترجعة إلى الله سبحانه وتعالى. حينما يموت الإنسان بيترك كل هذه الأموال ويرحل ليقابل الله سبحانه وتعالى، فعلموا أن الدنيا فانية وأن الآخرة خير وأبقى، وهؤلاء هم دعاة الخير في قوم موسى. وقد دعوا قارون وذكروه بالآخرة ولم يتعظ ولم يتدبر، وبعد ذلك جاء العذاب من عند الله سبحانه وتعالى وعقاب الله لقارون لما تجبر وتكبر بماله على الناس اللي هم الضعفاء. فقال الله سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لكن أخي الكريم، أختي الكريمة، أحبابنا في الله، هذه سنة الله في الكون، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الكون سنن ربانية. فمن يتكبر ويزداد غروره وكبرياؤه ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولم يتذكر، فيكون العقاب من عند الله سبحانه وتعالى. فالله خسف بقارون الأرض نتيجة كفره وطغيانه. فكذلك هناك فائدة أحبابنا الكرام، أن الناس الذين يشجعونه ويصفقون له في الباطل، فلما رأوا عذاب قارون لم يتقدم أحد لينقذه أو ينصره من هذا المصير السيء.
قال الله سبحانه وتعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فعلموا في النهاية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وبذلك نجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين وأهلك الظالمين وأهلك قارون لما تكبر بماله وثرائه. وهذه رسالة لكل غني على وجه الأرض: يا من أعطاك الله سبحانه وتعالى المال والثراء ولم تؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه، ولم تخرج زكاة مالك وتنفق وتصدق على الفقراء والمساكين، فهذه آية وهذا مثال في القرآن الكريم لمن تجبر وطغى بماله. انظر أخي الكريم ماذا كان مصيره. فنقول للأغنياء: حاولوا أن تستغلوا هذه النعمة، الله سبحانه وتعالى اختبرك بهذا المال فينظر ماذا أنت فاعل به. فإذا أنفقت في الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلى وجوه الخير، وكذلك جزء لعفة أهلك وأولادك وزوجتك وتصلح به شأنك، ولكن تخصص جزء لمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين، فالمال مال الله سبحانه وتعالى والله يستخلفك فيه. وهذا المال عارية مسترجعة حينما تموت كما كنا من قبل، فإن الإنسان تارك هذا المال لا محالة إن آجلا أو عاجلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يستغل الغني هذه الحياة الدنيا في أنه ينفق. وأخي الكريم أخي الحبيب أيها الغني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. اعلم أخي الكريم أن الصدقات تزيد المال وتبارك فيه، وليست العكس تنقص المال. فمن علم هذه الحقيقة وسخر المال في خدمة نفسي وخدمة مجتمعي وخدمة أهلي ربح وفاز وكان محبوبا وسط الناس ويتمتع بذكرى طيبة. ثم بعد مدة وعندما يموت الإنسان تظل هذه الذكرى الطيبة في نفوس الناس، فإن الخير عمره ما يضيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وفقهنا في ديننا. هذا أحباب قصة قارون، قصة قارون، ونرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أحبابنا الكرام، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن
العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أحبابنا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وتقبل منكم ومنا صالح الأعمال. لا تنسونا مصالح دعائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات. دمتم بخير، نسعد بالتعليقات التي تصلنا. نشكركم بكل خير، أحبكم في الله أحبابي الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ويجمعكم في مستقر رحمته في جنات تجري من تحتها الأنهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.